السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الجزء الثاني من الفيديو بتاعنا اللي احنا عملناه. انا بحب الخياطة بس مش عارفة ازاي ابدأ. ساعتها سألت سؤال، قلت ليه عايزين نتعلم الخياطة؟ عايزين نتعلمه لنفسنا، نعمل لنفسنا، لولادنا، لأهلنا كده شغل خفيف، ولا انا عايزة اتعلم واحترف المهنة ديزاينرز بقى ورانوي وافتح مشروع واتيليه والحاجات دي؟ الاجابتين مختلفين كانوا تماما. المرة اللي فاتت اتكلمت لو انا عايزة اتعلم، انا بحبها ودي هوايتي، بس انا عايزة احترف اكتر، يعني اشتغل اكتر واعمل لنفسي حاجات احسن. النهاردة بقى هنتكلم بطريقة مختلفة، لان هنا بقى انا هقول ده عمل مهنة. ما ينفعش مهنة تتاخد كورس، يعني ما ينفعش اروح اخد كورس شهرين ثلاثة خمسة حتى ستة واجي اقول انا خلاص بقيت بروفيشنال انا ديزاينرز بقى وهفتح اتيليو. ما ينفعش، لان ده مهنة. هو المهندس او الدكتور او الصيدلي او المحامي او ايا كان المهنة اللي الانسان بيشتغلها، لازم في الاول وفي الاخر بيخش الكلية بتاعته، بياخد منهج علمي بيطلعه ويأهله ان هو يبدأ الطريق ده أو يشتغل فيه بالظبط. الموضوع هنا نفس الحكاية بالظبط. إزاي أنا دلوقتي مثلا كبير، مش هينفع أخش مكان مثلا زي مثلا فنون جميلة، فنون أو أي حاجة من المجالات دي، لأ أنا مش هخش كلية. بس في حاجة اسمها دبلومة. دبلومة بتبقى مدتها سنتين أو ثلاثة، بتتاخد في أماكن معتمدة، شهاداتها معتمدة، يعني بيبقى دبلومة مش كورس، طبعا مش كورس خالص. وبياخد بيدي في الآخر شهادات معتمدة، شهادات زي شهادات الجامعة، زي الشهادات اللي بناخدها في الجامعات أو بناخدها في المدارس الكبيرة، بتبقى شهادات لها اسم. وباخد منهج، منهج يعني باخد كتاب أو كتب بتتكلم عن المجال ده وبتدرسه، نتيجة يعني بتدرسه ان في كاتب كاتبه او حد عنده علم كاتبه وبيبدأ ان هو يديهولي، او المكان ده بيشتريه من الشخص ده. تمام، يعني بيبقى في منهج او كتاب احنا بندرس منه، بنخلص الكتاب ده كله وفي الاخر بنمتحن فيه، زي نظام الكليات بالظبط. فكرة الدبلومة هي قريبة شوية من فكرة الماجستير، حاجة زيها كده. بتبقى حتى لو الإنسان واخد كلية أو كده بتبقى دي بعدها. تمام، فدلوقتي إحنا ليه بنقول كده؟ أنا مش بقول روحوا مكان معين، لأن أنا مش ملمة بكل الأماكن اللي موجودة في كل بلادنا طبعا العربية، ولا في كل بلاد، ولا حتى ملمة بالأماكن دلوقتي الموجودة في مصر. كان في مصر في أماكن معينة، دلوقتي حتى الأماكن دي اختلفت وكبرت. بس إحنا عايزين نسأل المكان اللي إحنا رايحينه، ايه المنهج او الكتاب اللي انت بتديهولي؟ ايه هي الشهاده اللي بتديهالي دي؟ معتمده من فين؟ مينفعش تبقى معتمده من المكان، مفيش حاجه اسمها معتمده من المكان الفلاني. ايه هو المكان الفلاني؟ يعني مينفعش ان انا اقول كده، لازم تبقى معتمده من وزاره معينه، معتمده من مكان معين، معتمده من صاحب الكتاب نفسه. يبقى انا كده بتحرك صح، لكن اي حاجه غير كده يبقى كله ده غلط. إيه طب دي دبلومة 6 شهور مش عارفة في المكان الفلاني، معتمدة من مش عارفة فلان الفلاني. مين فلان الفلاني؟ يعني مفيش حد اسمه، مفيش المكان ده أساسا مش معروف، صاحب المكان ده أصلا مش معروف. 6 شهور دي ما اسمهاش دبلومة، دي اسمها كورس طويل شوية. بس أنا إيه قلت 6 شهور عليه، عشان هو 6 شهور قلت عليه دبلومة. مفيش حاجة اسمها كده، أقل دبلومة سنتين تلاتة، دي أقل دبلومة. تمام، لاني عشان ابدا اخد كلمه دبلومه دي لما هتبدا تتحط، يعني هتجه ليها، في مبالغ تانية بتدفع، وفي مصاريف تانية في المكان بتدفع، وبعد كده مصاريف ادوات مختلفه هتتجاب، لان ادوات المحترف غير ادوات الهاوي. ادوات المحترف بتبقى كتير وبيستخدمها بشكل دايم، فلازم دايم، يعني دائم دائم على طول، مش يعني اول ما يفتح عينيه كده اول ما يبدا يشتغل بيستخدمها لحد ما يقفل عينيه وينام. ما ينفعش يستخدم اي حاجه، وما ينفعش يستخدم حاجات ما تساعدوش وحاجات بطيئه
لازم الحاجة تطلع بكواليتي معينة، تبقى جودتها كويسة وبتطلع بسرعة، فلازم الحاجات اللي تحت ايديه تساعده. فدي أدوات، والأدوات الأولانية اللي احنا اتكلمنا عليها دي حاجة تانية خالص. يعني ايه منهج وكتاب؟ في كتب كتير جدا للأزياء، سواء كان كتب في التصميم الأزياء في حد ذاته، أو إحنا بنتكلم دلوقتي على الجزء الخاص بالباترون والخياطة. دي كتب، في كتب بتدرس الموضوع ده كله من أول الصفر لحد الاحتراف. كتب، أقل كتاب موجود في حدود 280 ورقة، فده أكيد مش هيتدرس في 6 شهور، لازم هيتدرس في مدة مش قليلة. يعني كتاب برجو اللي انا بتكلمت عليه في الصفحة عندي، وفي سلسلة كده من الفيديوهات الصغيرة بتكلم فيه، بعمل الموديلات بتاعته، وبعد كده هكلمكم عليه بشكل شامل اكتر شوية. معهد برجو ده معهد ايطالي للازياء، منزل الكتاب بتاعه انجليزي ايطالي، تمام؟ ده معهد في ايطاليا معروف، وبيعلم التصميم الأزياء والباترون والخياطة. كتاب برجو ده 248 صفحة، ده كتاب الخاص، الجزء الخاص بالسيدات فقط، لأن كل كتاب باترون بيبقى فيه جزء خاص بالسيدات، وجزء خاص بالرجالي، والجزء الخاص بالأطفال. الجزء الخاص بالسيدات بيبقى كبير شوية، أكبر واحد، أكبر جزء بيبقى هو بتاع السيدات. بعد كده الجزء الخاص بالأطفال والجزء الخاص بالرجال بيبقى مثلا الاتنين مع بعض يعملوا مثلا 80 صفحة أو 100 صفحة بكتير، ما بيبقاش كبير قوي زي الجزء الخاص بالسيدات. في برجو بيعلم الأول المقاسات، وبيتكلم عن الوسع بصفة عامة، ازاي نحدد البراح بتاع القطعة اللي هنعملها، وبينزل جدول خاص بيه. كل كتاب هيبقى ليه جدول خاص بيه. ايه المميز؟ المميز في الجداول الخاصة بالكتب. جداول الكتب هي جداول بأرقام هتساعده في تحقيق المعادلات بتاعته اللي هيشرحها بعد كده. أي كتاب من الكتب بتاعة الأزياء الكبيرة بينزل جدول خاص بيه، وبعد كده بينزل معادلات، وبيبدأ يشرح ازاي يحقق المعادلات دي من خلال المقاسات اللي قدامه. طيب السؤال، طب ما انا دلوقتي مش كل المقاسات هتجيلي زي الجدول اللي هو جاي في الكتاب. احنا لما بناخد الكتاب وبنفهمه كويس، بنقدر بسهولة جدا نوفق بين المقاسات اللي بتجيلي، او مقاسات الشخص، او اي مقاس ايا كانت، والمقاسات اللي موجودة في الكتاب. بيبقى فيه توفيق وفي فهم لفكرة المعادلات نفسها. فبعد كده، بعد ما بنفهم الكتاب كويس، بنبدأ ان احنا نتحرك في المقاسات دي عادي جدا، ايا كانت المقاس مش بتفرق. طب ايه ميزة ان في منهج وكتاب؟ في منهج وكتاب يعني في علم احنا بناخده مرتب ومنظم، بيدي النتيجة في الاخر، مش مجرد افكار من شخص او خبرة بس كده، لا، في المكان نفسه اللي بتدرس فيه بتحصل او بتاخد الجزئين، الجزء الخاص بتاع الخبرة، لان اللي بيديك اكيد بيبقى عنده خبرة كويسة جدا. تاني حاجة بتاخد المنهج بتاع الكتاب ده بتدرسه، يعني مثلا كتاب برجو الاول بيتكلم في البنس، بعد كده بيتكلم عن شوية لبس كاجوال، بعد كده بيتكلم عن الجواكت، بعد كده بيتكلم عن البلاطي، بعد كده بيتكلم عن اللانجريز بقى والسواريه، والجزء الأخير ده بتاع الكرسيهات والحاجات دي كلها. ده مثلا الكتاب بتاع بركو. أي كتاب من الكتب دي هتبقى فيها الأجزاء دي، الأول بيتكلم عن الأساسي والكاجوال والجواكت والكولات، وبعد كده بيتكلم عن الحاجات اللي فيها برضو السواريهات والحاجات اللي فيها اللانجريز بقى. كل كتاب ليه طبيعة مختلفة شوية. لما بتدرس كتاب واحد وبتفهمه، بتقدر ان انت بعد كده تفهم اي كتاب وتاخد منه معلومات بسهولة جدا. الدراسة نفسها بتبقى سهلة. بس
دي أهم حاجة احنا عرفناها، إن في منهج، في كتاب بناخده، مش مجرد حد بيشرح وخلاص. الكتاب ده مش بس بنرسم بطرونه، لأ احنا بنرسم بطرونه وكمان بنخيط القطع دي. تمام، ده الجزء الأولاني بتاع الكتاب. الشهادة طبعا دي لازم تبقى موثقة من أماكن موثوق فيها معتمدة. شهادة ليها قيمة، مش مجرد ورقة ملونة، ورقة مكتوب عليها أي كلام، لا شهادة بتبقى ليها قيمة وليها معنى. تالت حاجة هي الأدوات. طب إيه هي الأدوات اللي هيبدأ المحترف أو الباترونيست المحترف أو الخياط المحترف يستخدمها؟ الجزء الأولاني كان الأدوات فيها بسيطة، تكلفتها بسيطة. الجزء ده هتبقى الأدوات كتير شوية، لأن احنا محتاجين حاجة تساعدنا واحنا بنشتغل، محتاجين حاجات تساعدنا. فأول حاجة احنا رايحين المكان، هو المكان اللي هيبقى موجود فيه ده هيبدأ يقولك أنا محتاج منك ورق بطرون أو ورق أبيض، أو الورق اللي هو المقوى البيج ده اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، او ورق ابيض مدني يبقى سمكه قليل او سمكه كبير ايا كان. تاني حاجة هنحتاج ورق شفاف، يعني ده الورق المدني وده الورق الشفاف. الشفاف ده بيبقى ورق بنشف عليه الرسمة، يعني انا مثلا لما باجي ارسم ده ورق شفاف. بعد ما برسم رسمتي، عايز اجيب لكم فيديو انا رسماه وبشف عليه القطعة، مش بتبقى القطعة ده شكلها، بتبقى القطعة مرسومة على ورقة عادية وفي الآخر أنا بشف الرسمة. ليه؟ لأن ممكن أشف كذا جزء من الرسم، مش معقولة هقصقص الجزء ده دلوقتي، طب أنا عايزة منه جزء تاني فباخد منه الجزء التاني. إيه مثلا عايزة جزء من تحت بطانة فهشف جزء تالت، عايزة الكولا مثلا قطعتين تلاتة. الفكرة الأساسية إن الرسمة دي الأساسية أنا مش بقطع منها، بسيبها عندي ثابتة وباخد منها الإيه البطرونات. عشان كده بحتاج نوعين من ال نوعين اتنين من الورق، سواء كان الورق الشفاف أو الورق بتاع البطرون نفسه اللي هو ورق بيه شوية كده، أو ورق مدني أبيض كده بس بيبقى تقيل شوية، ده ورق حتى شفاف برضو. تمام، ثواني انا كنت منزلة الادوات كلها بتاعة البطر قبل ما اتحمل. دي الجزء الاولاني اللي انا راح معايا الورق بتاعي، ده جزء اساسي ان انا معايا الورق وكمان معايا المسطرة بتاعتي ومعايا ده الورق الشفاف والورق المدني والورق البيش ده برضو ورق بطرون اللي تحت. يبقى انا معايا كده ايه نوعين ورق وانا راحة المكان بتاعي. الجزء التاني ان انا لازم يبقى معايا مسطرة او معايا منحنى. المنحنيات ده المنحنى بيتباع في مصر، هتلاقوا رقم التليفون تحت في الوصف ان شاء الله. والمسطرة دي مع المنحنى، يعني المسطرة والمنحنى بيتباعوا في مكان واحد. وبرضو اماكن الخياطة كلها اللي موجودة في السوق بتبيع منحنيات، والمكاتب بتبيع منحنيات ومساطر الخياطة دي يعني بكل انواعها واشكالها، مش نادرة، يعني أشياء مش نادرة، أشياء متواجدة جدا جدا في مصر، ومتواجدة كمان هنلاقي تحت متواجدة في كل الأسواق العالمية، في أمازون وفي كل حتة في الدنيا. فأنا لازم وأنا راحة يبقى معايا الأدوات بتاعة الخياطة بتاعتي، الأدوات المسطرة والمنحنيات بتاعتي. المنحنيات دي كلها بستخدمها، مفيش حاجة مش بستخدمها، والمنحنى اللي زي ده اللي معايا فيه كل الحاجات دي مع بعضها. تمام، طبعا أنا محتاجة أكتر من قلم رصاص، يعني القلم ال اتش بي ده اللي زي برضو اللي زي الجزء الاولاني بيبقى معايا، ومحتاجة كمان
يعني درجات من الأقلام، يعني ممكن أختار 3B وممكن أختار 6B، محتاجة درجات الأقلام معايا تبقى تقيلة، مش بس القلم البسيط، ومحتاجة ألوان خشب كتير، لأني ممكن يبقى في رسمة أنا هرسم على الرسمة الواحدة مثلا كذا جزء، يعني كذا قطعة جوه الرسمة. هبقى أكلمكم بعد كده وأوريكم أنا بعملها إزاي. فبحتاج إن أنا أحدد كل قطعة بلون عشان ما تلخبطش. محتاجة كده طبعا ده الورق المارك بتاع الخياطة. طيب أنا محتاجة وأنا رايحة كمان يبقى معايا إيه؟ محتاجة يبقى معايا القماش بتاع البطرون. إيه قماش البطرون ده؟ ده القماش اللي هعمل عليه التجارب بتاعتي. يعني أنا لما هبدأ أرسم هبدأ أعمل أصمم البطرونات بتاعتي أو هصمم الأزياء، بيبقى لسه في عيوب عندي في البطرون عايزة أظبطها، وفي لسه خطوط عايزة تتظبط خصوصا لو أنا في الأول. علشان كده أنا بحتاج قماش زي ده، كده بيبقى قماش مظلم كده، بيبقى قطن شوية ولونه بيج، بيتباع بره بيبقى معروف، وفي مصر اسمه زي بفتة أو عبك. ده قماش معين بيتباع، بيبقى خفيف كده وبيتعمل منه بيتنفذ عليه القطع بتاعة التصميم، بنفذها عشان أبدأ أحطها على المانيكان بتاعتي وأبدأ أظبطها وأشوف هشتغل فيها إزاي. طبعا ده القماش ده لا غنى عنه أيا كان مدى احترافك للبطروني، حتى لو الشخص اللي بيعمل البطرون ده شخص محترف 1000000%. يعني بيوت الأزياء الكبيرة العالمية، اتفرجوا على ديور وشانل، تشوفوا الورك بليس بتاعهم والمكان اللي بيعملوا الاتيليهات بتاعتهم، المعامل بتاعتهم، هنلاقيهم في الاول لما يبداوا يعملوا تصميم بيعملوه الاول على قماش زي ده. يعني ده قماش اساسي مع اي حد بيتعلم او بيشتغل في مجال البطرون، لان ده كانه كده بطرون ورق بس على القماش. عشان كده القماش ده كده كده بيتنيه معاكي فتره كبيره، مش زي الورق بالظبط، مش بتخلص، مش بتبطلي تستخدمه. تمام. انا محتاجه طبعا مقص خياطه محترف، بيبقى كبير. انا بحب الصراحه المقصات اللي 12 بوصه كبيره، 10 برضو كويس، كل ما المقص بيبقى كبير وسنه بيبقى حامي بيريح في الايدين. يعني مش عشان انت مثلا ايدك صغيره تقولي انا عايزه مقص صغير، لا، مقص الكبير بيريح اكتر في القص حتى لو ايدك صغيره. دي كلها اساسيات في الاول. طبعا مقص ورق، لان المقص اللي بيقص القماش ما ينفعش تقص بالورق عشان الورق بيبوظ بيبوظ المقص، فما ينفعش تستخدمه. كل ده لسه في الاول. احنا في الاول دي مقصات برضو في الأول بتتجاب، كلها بتبقى معانا لأن مش بنستغنى عنها. ده مقص الزجزاج، تمام، ومقصات بتاعة دي المقص اللي بيتقص بيه الشفونات لو عايزين نفرغ حاجة، وده مقص بقص بيه الطروف بتاعة الشفونات والحراير. ده مقص ورق المقص القماش عادي، وده مقص القصافة علشان أشيل بيه الخياطات، أفتح خياطة لو عايزة أفتحها، أو مقص المكنة. مثلث أرسطو ده أساسي من ضمن الأدوات بتاعتك، أرسطو عشان هتعملي بيه سنتيات الخياطة اللي حوالين الرسمة، برضو دي من الحاجات لا غنى عنها. تمام. دي كلها حاجات في الأول بتتجاب، طبعا ده غير الكتاب. في حاجات بتتجاب بقى بعد كده، دي برضو من ضمن الأدوات. الصورة دي مهمة، ده المنحنى بتاعي، ودي الأداة بتاعة النوتش بتاعة البطرون. النوتشات دي مهمة جدا في البطرون، مهمة جدا، ماشي. ودي علشان لما أقلب القماش وفيها زاوية أفتح الزاوية كده من جوه، التكة من جوه في الزاوية تبقى شكلها مظبوط، مزورة طبعا. ودي علشان هحط البطرونات بتاعتي فيها، هعلقها، لأن مش كل البطرونات، يعني أنا ما بشتغل مش كل ما هعمل بطرون كل ما أجي أشتغل حاجة
اعمل لها بطرون، بيبقى عندي بطرون اساس، بطرونات اساسيه لحاجات عندي زي كده. شوف دي متعلقه من هنا، شايفين الحته دي كده، هي دي الحتت المتعلقه منها، يعني البطرونات دي بتبقى بطرونات اساسيه، وبطلع منها بعد كده الديزاينز اللي انا عايزها. طب ايه الحاجات التانية الاساسيه اللي غنى عنها لما ابدا اتعلم الخياطه؟ المكن، المكن والخيوط. هنا الخيوط بقى مختلفه، الخيوط هنا بتبقى كبيره شويه وبتبقى بوليستر، كلها بوليستر، مينفعش نجيب ابدا خيط قطن، لان القطن في الخياطه مشاكله كتير، البوليستر لونه مش بيروح ومش بيتقطع بسهوله، ورغم متانته بيبقى رفيع، ودي كلها مميزات. لكن القطن بيبقى بقى لونه بيروح، بيبهت، بيتقطع بسرعه، بيبقى تخين قوي في الشغل، بيبقى مش حلو خالص، منصحش اي حد بيه. فانا هنا حتى الخيوط اللي هستخدمها غير الخيوط التانية الصغيرة، لان هنا هستخدم خيوط كبيرة ومية في المية بوليستر. طبعا اهم حاجة المكان اللي هستخدمه، مكان هنا هستخدمه مكان انتاج او سنجر انتاج او جاك الانتاج، الكمبيوتر او نص كمبيوتر. النص كمبيوتر بتبقى ال F4 او ال AF4 ايا كان النوع المكن اللي هستخدمه. كان زمان بيبقى فيه الموتور بتاعها من تحت، تحت الترابيزة كده، انا تهيالي كان فيه صورة شبهها، زي بتبقى هنا كشبه دي كده، بس الموتور بيبقى كبير كده من تحت، ولما بتشتغل بيتاني الموتور شغال، بيبقى صوته مزعج. لكن دي بتبقى مختلفة خلاص، الموجود دلوقتي اللي هو الجديد دي الكمبيوتر، ودي النص، ده الموتور بتاعها اللي هو ده الموتور الاسطواني الكبير اللي تحت ده، ما عادش موجود، ولما بشغلها ما بسمعلهاش صوت خالص غير لما بتك على الدواسة وبتبدأ تمشي التكتكة البسيطة بتاعة المكنة. فطبعا دي مش مزعجة بتاتا، وهي بتيجي معاها الترابيزة بتاعتها، وبيبقى تقريبا ده شكلها، يعني هو ده شكلها بالتفاصيل بتاعتها، أماكن بتاعة الخياطة بالخيط بتاعها، ده المكوك هنا تحت المسمار بتاع المكوك. تمام. طبعا الفرق في السعر كبير بين الكمبيوتر والنص كمبيوتر. النص كمبيوتر والكمبيوتر الفرق في الاستخدام بسيط، يعني الكمبيوتر بيقطع الفتلة وبيثبت الخيط، فدي حاجة. فرق بقى في السعر بيبقى كبير قوي عشان الاتنين دول مختلفين، ده مش بيقطع الفتلة، النص كمبيوتر مش بتقطع الفتلة، عشان كده في ناس كتير بتفضل انها تجيب النص كمبيوتر. دي المكنة التانية اللي هنحتاجها، مكنة السرفلة. مكنة سرفلة 4 فتلة، مش 3 فتلة ومش 5 فتلة، 4 فتلة. تمام. انا اخترت الجاك لان الجاك طبعا معروفة وقطع غيارها متوفرة، والناس اللي بتصلحها لو لا قدر الله حصل فيها حاجة بتبقى ناس عندها خبرة وكويسة. في مكان دلوقتي كتير جدا في السوق، حتى الجاك ما عادش في مصر متوفر قوي زي الاول، فاحنا برضو بننزل نلف على اماكن اللي احنا المدينة اللي احنا فيها، نلف على كذا مكان ونعرف الاسعار ايه. واهم حاجة لما نيجي نشتري المكنة، كرتونة المكنة مستحيل يبقى حد فاتحها، يعني مينفعش اروح للراجل وانا بشتري من عنده يوريني المكنه ويفتح لي الكرتونه يوريني المكنه، ده كده مكنه مش مظبوطه، لان الكرتونه بتاعه المكنه بتيجي مقفوله بالدبابيس الكبيره قوي دي، اللي هي زي دبابيس كده كبيره بتتقفل زي الثلاجات والبوتاجازات، ما ينفعش ابدا حد يفتحها غير صاحب الحاجه دي، هو اللي بيفتحها في البيت هو بيركبها، لكن ما ينفعش انا ابقى رايحه لحد ويفتح الكرتونة ويفتح اللزق ويوريها لي، دي كده مكنة مستعملة، هو شاريها أصلا مستعملة. تمام. فاحنا لازم نبقى عارفين النقطة دي كويس جدا، المكنة والترابيزات، لأن كل مكنة من دي بتيجي بالترابيزة بتاعتها، ما ينفعش مكنة تيجي وهو يجيب لك ترابيزة تانية، ما ينفعش. أو ما ينفعش مكنة تيجي مثلا وتبقى أنت عايزة الترابيزة بتاعتها، مفيش حاجة اسمها كده، لأ، هي المكنة بتيجي بالترابيزة بتاعتها، سواء كانت المكنة الجاك دي أو المكنة دي أو أي مكنة أيا كانت ماركتها. تمام. دي مكنة أنا حطاها لأن دي بيقع فيها ناس كتير، دي مكنة ما ينفعش أبدا حد يجيبها لأنها مكنة فاشلة جدا، في منها اللون ده وفي منها اللون الأسود،
دي مكنة 3 فتلة وبتبقى سيئة في الاستخدام إلى أبعد الحدود، حتى هي مش محصلة منزلي. في دلوقتي حتى مكن منزلي بيبقى سعره معقول وبيبقى جودته أحسن من كده بكتير، زي المكنة دي. دي مش مكنة إنتاج، دي 4 فتلة برضو، بس دي مكن منزلي مش إنتاج، يعني مش زي الجاك، دي سنجر عادية جدا. تمام. طب ايه تاني من ضمن الحاجات اللي انا هستخدمها؟ مكوة البخار. مكوة البخار دي مكوة شبه اللي عند المكواجي كده، مهمة جدا. المكوة مهمة في الخياطة زيها زي المكنة. المكوة دي مش شيء احنا بنعمله كده يعني بعد ما نخلص نكوي بقى القطعة، في حاجات في الخياطة وفي تصميمات بنخيط كل خطوتين ثلاثة بعد ما نخيط، يعني بعد ما نخيط جزء معين لازم نكويه، لازم نفتحه، لازم نضغط عليه بالبخار. يعني المكوة بصفة عامة مهمة جدا جدا في الشغل بتاع البطون والخياطة، مش شيء ثانوي وملوش قيمة، لأ. دي برضو شكل تاني للمكوة، هي بتبقى شبه المكوة بتاعة المكواجي بالظبط بالظبط، بالترابيزة بتاعته. ولازم حد يعلمك ازاي تشتغلي عليها وتقعدي عليها، لان هي ليها طريقة في الاستخدام. عشان كده احنا بنقول مكان بيدي منهج، لان الحاجات دي كلها مش موجودة غير في مكان محترف. تمام. دي كلها ادوات مكوة وتفتيح وادوات كبس، يعني دي كلها ادوات كبس، لان بعد ما بنحط البخار لازم نكبس على القطعة، ودي كلها ادوات تفتيح للكم وللكتف. كل الحاجات دي ممكن ما نجيبهاش على طول، بس احنا بنتكلم في الادوات اللي احنا هنستخدمها كمحترف وكشخص داخل في المجال. دي هتبقى للزراير، يعني المساطر دي كلها للزراير، بعد كده هنستخدمها واحنا بنرسم. طبعا نيجي بقى للنقطة المهمة اللي هي المانيكان. المانيكان مهم لأي حد بيخيط وبيعمل بطرون، مش علشان بس الجزء بتاع التشكيل بتاع المانيكان او الدربيهات والحاجات دي، لا، لان اي قطعه تتعمل حتى لو كانت ايه لازم تتحط على الشخص. مش معقوله كل شويه هجيب شخص بني ادم هلبسه القطعه واظبطها عليه، لازم تتحط على المانيكان وتتظبط. إيه، نشوف شكل الكتف ايه، الحته اللي مش مظبوط الخياطه بتاعتها، الحته اللي مش مظبوط المنحنى بتاعها، الرسمه بتاعتها، كل دي لازم تتحط على المانيكان. المانيكان من الحاجات اللي بتتجاب في الاول خالص، اول ما ابدا اتعلم الخياطه. في اماكن كتير في مصر، في مصر انا بصراحه المانيكان بتاعي من عند غزلان، مانيكانات غزلان هي افضل المانيكانات اللي انا اتعاملت معاها، وده مش اعلان ليه على فكره، هو فعلا مانيكان محترم، اللي بيشتغل معاه بيعرف كويس جدا ان هو مكان محترم. ده المانيكان بتاعي وانا على طول بشتغل عليه وبجيب منه بصفة عامة المانيكانات والمساطر والحاجات بتاعته. تمام. وانا هسيب لكم الرقم تحت، لان ما ينفعش اجيب مانيكان مثلا من السوق اللي بيبقى رفيع ده، ده مش مانيكان تعليم، يعني ده مانيكان بتاع غزلان ميزته ان هو اساسا كمان مانيكان خاص بالتعليم، مش مجرد مانيكان بيتحط عليه هدوم اللي زي بيتباعوا في الأسواق. ففي مانيكانات طبعا تانية برضه هسيب لكم تحت أماكن لشرائها، ليها بتبقى ليها شكل ومواصفات ومقاسات معينة، مش بتبقى أي حاجة كده. تمام. طب ايه لازمة المانيكان؟ انا لسه في الأول. بالعكس، عشان انت لسه في الأول، عشان انت لسه في الأول، محتاجة كل شوية تحطي القطعة بتاعتك وتبصي عليها، مش بس هترسميها وتخيطيها يبقى انت كده تمام كل حاجة بقت تمام، لا مش كده. فانا عايزة اقول ان الموضوع مش سهل ومش صعب،
الموضوع محتاج دراسة وجهد، وطبعا محتاج تفاصيل ومحتاج صرف ومحتاج صبر، لأن الموضوع مش سهل ومش بسيط خالص. بس في نفس الوقت ليه طريق كويس ممكن نمشي فيه، يعني ليه طريق نعرفه بس كويس ونعرف ايه خطواته ونقدر نمشي فيه ونتحرك فيه حتى لو خدنا وقت أزيد شوية. المهم نمشي صح ونتحرك صح عشان ما نخسرش وقت وما نخسرش فلوس وما نخسرش جهد، نبقى عارفين بنتحرك ازاي، وفي الآخر يبقى في نتيجة كويسة. نتيجة كويسة ان انا اتعلمت، ونتيجة كويسة ان انا خدت شهادة كويسة. تمام، انا مش هقول لكم اماكن معينة في مصر عشان ما بقاش بعمل يعني، وحتى مش هقول لكم المكان اللي انا اخدت منه. اتمنى اكون ان الفيديو تمام وان انتوا فهمتوا كل الاجزاء دي كويس جدا. لو في اي جزء انتوا مش فاهمينه سيبولي تحت في الكومنت، او في اي حاجة محتاجين تستفسروا عنها اسألوني تحت برضو، وان شاء الله هرد عليكم على طول. متنسوش السبسكرايب واللايك للقناة، واتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.